من تلفزيون إرتريا قدر سلامتنا نقدمتكم حيسام وحيسات ما تقبلتنا غير الساعات اللي دولي الهلا أخبار كبتعد وخارج قل قدمكم توكاد سلف لعبايرس الأخبار حرستوت أقبوي راتع قل للتبعو لي كتقدمت أت مدينة ميلانو عملية سلام إرتريا وإثيوبيا للأيدا سيرار سلام قبام قاش بركة بقاعد خدمات عافيت قلت عبي لتقدم هلام حريان رئاسة مالي رئيس إبراهيم بوبوكار تعوتام مدينة كابول بلغة بهجوم قنابل 84 درسة يتكتلو جرمن ونيجر قدلة إرهاب قلت سادية التفغيام حرستوت دي بوقت رشيد دبالعين وقتو لعب وقتو لعقبان دافت لبو وحالة جو وبعد دي بحساب لآتا أقبوي أقل لتنفعو دي بوزارة حرس مسؤول وحدة راقبوت كيميكالات السيد قالاب هايلي مثل إيرينا تلو دي مقابلة تلاكام دي بالعين قل دافعوت ومراقبة بالعين للدالة الدواء التقبي دي بخدمة تلو على التواقت حرستوت بواجب دولة نفعو بو اتبركت التيدور عبكم سلبو لأقبوي راتع قوي قباهين مشاكل ترود قل سببكم سل قدر اندشر حسيد قلاب حرستوت دد بالعين قلي دو اند اي قرورو دي باكاتم لهلو سب مقدرة قل سالو قل تنفعو بو دي بلستة تؤتو اينتين عافية قدام حيوان ودوار دي بحساب لآتا أقبوي رشيوت قل التبعات فاقدام دد بالعين حمامات سرطان وعصاب التكم سلوما مشاكل ولاد لكم كم مشاكل عافية سبت لامت حرستوت الرشيوت وأكبوت دد بالعين وللتنفعو بو أقربت دي بمعال بعد أقل إلى وعولو واتباكم لهلا مكتب وزارة حرس أقل لسلومة سيد كالاب بتوساك مكرام دد بالعين كم نايدنقو بحريان أقل لتنسى وجب لبيلا سيد كالاب حرستوت اتوقت حرسوم أردوم بواجب لأن أنا تفو فنتيت بدلو تزر دي بأسرطوت بالعين دور عبيكم سالكدم من دافها ما أقل لتنفعو به فانام وزارة حرس مسؤول وحدات راقبوت كيميكالات حرس سيد كالاب هاي للدنقوبة فهم حرس توت دي بمتابعة دد بالعين راتع أقل لعبة لتفناتات أهل كم سلت نزم دحبرا أقل لات علم لتنكبو في قريت لبو أقبو حرس توت مثل سب مقدرة حرس لبو متعلاقة أقل أتردو بوم بيلام ات ميلانو ايطاليا لا نبرو ارتريين واثيوبيين عمليه السلام ارتريا واثيوبيا للايد اسير ارسلام ودوم من كان باساس لا حتى ان حبره مسيره سلام اساس عبوت ومرهايكم سلطن ده حبره وميرحات ارتريا واثيوبيا دي باسمرا لا فرموت فاقيت بلت ادم معجبين اقلت السرقل منهم للطلب قلي دوم الدالا يوم اكدوم دي بوراتا دبلوماسية شعب بعد مسؤول قضية تنفيذية سفارة إريتريا دي بكويت السيد سمون تغلى سنبت مثل نائب وزير حصر خارجية قضية أفريقيا السيد أحمد المشعل دي بطورت علاقة كل الجهات لركزة هذا قدام السيد سمون دي بمدة قد سلاح شعب إريتريا لأنبتت علاقة كويت وإريتريا دا حبرا لعلاقة تاريخية دي بلا توكل الدرجة تقلت تبات صحكم سلك الدمية شرحان دي بلا تفنات دواريات مديرية لقو عن سبا بمبادرات شعب لسرقل لها لبرامجات عمار لتوكلت متنزام قل التلالي هيرار فعالية لا تأتنا برنامج قل لتقيم لقباء اجتماع متفاقدي تقدمام مدير لا مديرية السيد ابراهيم حقوس دي بها بيشر الشعب اب دوايحو ودقاقيت اندت نزمة اقل حفزت ما يوتربت لا سرقولي وراتات فقريت كمسل تركبت منه مسؤولين ادارة دوايح وبعد ما استات متنزام شعب اند ادقبو زياد للادم مع شغل اقل لتسرقل حبر اقل شكوات فاقدام التمناسبة دي بل حلفة سرسنة بلد سرقلة كيوة 4 كيلومتر لريما قبيت سنة دي بلت اكرت واتشرعت بزح كمسل تشكا تكمسلوما قراح عائلات شهداء كمسل تحرسها دي بلد قدمها تقرير تحبرام بل اللي دي بخط مقركة عدي ورحسب 1500 شتل كم سالت شتلا ومشروع ما إدارة دوايا حمل زاناهي أقل لشفق معاونة حبر لتقدم كم سالة لابرهام مشتركة دي بالها بورئي توزيع عراد حرس أقل لشفق أقل عائلات دبورات لتقبس دايت خراب عطي أقل تتهون مصدر ترد تقل تنسأل البل وبعد آراء قدموا
ات مديريه حلحل وحيز لقربة خطوط مواصلات قل لسنه وتربت لا تشرشرت دو وتربت لا تشرشرت دوارات قل تكرر معايا الاساسه كيوا تسرق الهلات لا كيوا اسنيوت بحيز لقربة خط حلحل ان ركوبت ملبسه رهي كرصت ما والد شغل اكرت واشرعت وشتل كمسل كم مدير لمديريه السيد حامد محمد على حبرام شعب ابدواي حندت نزما سرقلا لهلا ورات فقريتا دي بركه التي تتراكم سل لكن حبراياني كم عادات تسبق من ما مصت لا ريحكم سلت هي شرحام ابك المعل سرقلا لهلا وراتات اسكلا 4.3 كيلومتر لريما قبيت سنه دي بليت حد عصر كل الف شتل كم سلت شتلا تامرام حيسام وحيسات من تقبلتنا ولا متعديت اخبار خارج ات مالدي بلغ بات حريان رئاسة رئيس ابراهيم بابو كاركيتا 6.7 من كرن درك باكم سلت عوتا وزارة حصر كبت عد مالي يوم عصر 6 اوغست ات امرتم التحريان أتبادي كمسال جرا بلق أنت الشكوت فقريت حريان كمسال إيلة كبتو شرح لها لا مير حي حزب سموي لا سي سهيني ثلاثة وكل نقطة 8.3 من متكرن كمسال ركبة لا وزارة حبرت فقريت لا حريان بيت فرد دستور العد راتعت كمسال تحقولة تأكدت دي بفعل كمسال توعل لتهدق هلام مناتا حزب متقاومة لا حريان نكر سبتلا دي بأمن مالي تأثير أكوي إقل إيه لسبب فرهت هليت جرمن ودولة مضاغط صحية أفريقيا لاتا نيجر بمجال أمن بعامة قدلا قبلات إرهابياني بفنتيت إقل السادية التفقيام كلا لدولة اللي لا شرحها مير حيت حكومة جرمن أنجلا ميركل ورئيس محمد ديوف دي بيوم 5 أغسطس دي بمدينة برلين التلودو لغاتهم نيجر ضد إرهاب التتودي لها اللي تجهد جرمن لتتحزى سدايت كمسل تود أغلاندا حبرت أنجلا ميركل مجالات تعليم عافية بنية تحتية وبعد قل تتطور كمسل تتعاون قلت بيئات بل اللي كل الدولة دي بهونت من قانون برا لاتو لجو حبر أغلشكايا دي بمناسبة التفقيام نايل لساعة الأخبار دي بالله تعالى محمد.